صراحة العلماء هم سادة وقائد وسادة الناس وقادتهم الأجلاء، وكذلك هم منارات الأرض وورثة الأنبياء، وهم خيار الناس المراد بهم الخير جميعا. ولا شك أن فضل العلم والعلماء كبير جدا، يعني وهو من أجل الفضائل في وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان، فهو أساس الحضارة ومصدر أمجاد الأمم وعنوان سموها وتفوقها في الحياة ورائدها إلى السعادة الأبدية، وكذلك شرف الدارين. ومن يحمل هذا الأمر هم إيش؟ العلماء الأجلاء الفضلاء الذين لهم مكانة كبيرة جدا في الإسلام. الله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه حقيقة خصوصية عظيمة جدا وجليلة للعلماء. كثير من الفضائل الموجودة ومن لهؤلاء العلماء اختصرها في كذا فائدة لكي تعم الفائدة لجميع الناس. أولا، أول فضيلة لأهل العلم هم أنهم أهل خشيته الحقيقيون. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء كذلك هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العظيم ويعرفون الله عز وجل حق معرفته. فكل ما أبحر العالم وتعلم أكثر كلما زاد معرفته بالله تبارك وتعالى. وكذلك العلماء لا يستوون هم وبقية الناس، مستحيل أن يكون عالم كبقية الناس. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه أيضا من الفضائل العظيمة للعلماء. والعلماء هم صمام هذه الأمة، فإن غاب العلماء عن الأمة ضلت في دينها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. الفضيلة الخامسة لأهل العلم والعلماء: العلماء هم الذين يستحقون أن يرفعهم الله عز وجل درجات. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك العلماء هم ورثة الأنبياء كما هو معلوم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا إيش؟ لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الفضيلة الأخيرة التي لدي هنا، والفضائل كثيرة جدا صراحة، العلماء هم أرقى منزلة في الدنيا قبل الآخرة. يعني كثير من العلماء أو أهل العلم هم لهم فضل في الدنيا، الله عز وجل يرفعهم في الدنيا وكذلك يرفعهم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، أي الناس العدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. صراحة